الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه صوتية أتكلم فيها عن فضل إعانة طالب العلم. وربما يتساءل سائل فيقول: واليتيم أو والمسكين أو الأرملة، لماذا لا تتكلم عنهم؟ فنقول: المقام في هذه الصوتية لطالب العلم. ثم حفظكم الله وبارك فيكم معشر السامعين، معلوم أن اليتيم والأرملة والمسكين خيرهم لأنفسهم، لا يتعدى إلى غيرهم إلا أن يشاء الله. أما طالب العلم فخيره يتعدى إلى غيره، بل إلى الأمة أجمع. إضافة إلى أن المسكين والأرملة واليتيم جميع طبقات المجتمع ينظرون إليهم ويتجهون نحوهم ويعطونهم مما أعطاهم الله عز وجل. بخلاف طالب العلم فربما يتهم أنه يعطى من قبل فلان أو فلان، أو من قبل المجموعة الفلانية أو الدولة الفلانية أو كذا، وهو لا يجد قوت يومه. فحري بنا أن نتجه نحوه. فأقول: فإن إعانة طالب العلم على مواصلة الطلب من أهم ما ينبغي أن ينفق عليه. ولو أن شخصا وفقه الله فقام بكفالة طالب علم، فنرجو أن ينال مثل أجره بسبب دلالته وتجهيزه له وإعانته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله، رواه الترمذي. وقال أيضا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من فطر صائما كان له أو كتب له مثل أجر الصائم، رواه أحمد. وفي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. ومن هذه الأحاديث وما جاء في معناها أخذ العلماء رحمهم الله قاعدة عامة، وهي أن كل من أعان شخصا في طاعة من طاعات الله كان له مثل أجره من غير أن ينقص ذلك من أجره شيئا. هذا ونؤكد على أهمية اعتناء الأمة بإعانة طالب العلم وكفالته، لأنه مشتغل بدراسة العلم الشرعي قائم عنهم بفرض من أهم الفروض الكفائية. وقد ذكر ابن عابدين في تنقيح الفتاوى الحامدية أنه تلزم على المسلمين كفاية طالب العلم إذا خرج للطلب، حتى لو امتنعوا عن كفايته يجبرون كما يجبرون في دين الزكاة إذا امتنعوا عن أدائها، انتهى كلامه. ويعزى للقصر المالكي أنه أفتى باستحقاق طلاب العلم على المسلمين كل سنة مبلغا ماليا قدره ب100 دينار. وقد ذكر ابن عابدين في رد المحتار أن من مصارف بيت المال كفاية العلماء وطلاب العلم المتفرغين للعلم الشرعي. فيا إخوة حفظكم الله، كما ذكرت في بداية الصوتية أن الناس يتجهون، فربما هناك أرملة في هذه الحارة أو في هذه القرية، فتجد أن فلان من الناس ينظر إليهم، وإذا أعطي شيء من المال أعطاهم، وإذا طبخ طعاما أعطاهم. وربما طالب العلم، لأن طالب العلم والعالم ربما تجده بهيئته وتظن أنه من كبار أثرياء الناس، ويحق فيهم قول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فبهذه الحياة الطيبة والسعادة يراه الآخرين أنه بخير، أن عنده الأموال والطعام وغير ذلك، وهو لا يجد قوت يومه. ووالله أننا نعرف طلاب ربما أمسوا يبكون، وربما بكوا على حالهم حين يحصل طلب من أولادهم أو من أزوجاتهم أو من آبائهم وأمهاتهم منهم أشياء لا يستطيعون أن يأتوا بها، أشياء ليست أشياء كبيرة، إنما ربما يمرض ولده أو تمرض زوجته أو غير ذلك، فيحصل البكاء ويحصل الحزن. وربما بعض الإخوة تلقاه في العصر يقول لك: والله ما استطعت اليوم أن أراجع ولا أحفظ شيئا. فإذا قلت له: ما السبب في ذلك؟ قال: يا أخي انتهت علي الدب الغاز، أو انتهى علي الماء، أو زوجتي مريضة، أو ولدي مريض، وقد حاولت أن أستدين من الناس فما وجدت من يدينني. فربما ذهب يومه وهو في هم وغم لا يستطيع المراجعة والحفظ. فلو أنك أنت يا الغالي تكفلت به وعطيته شيئا مما أعطاك رب العباد سبحانه، فأنت ستعينه في هذا اليوم في غيره من الأيام على طلب العلم والحفظ والمراجعة والدعوة إلى الله عز وجل، ولك مثل أجره. وأنت جالس في بيتك مرتاح وهو يسهر ويتعب ويتنقل من قرية إلى أخرى داعيا إلى ربه سبحانه وتعالى. فبلا شك ولا ريب أن هذا الرجل سيأتي يوم القيامة وفي ميزان حسناته الكثير والكثير من الناس ممن هداهم الله جل وعلا على يده، فهذا تاب وهذا أسلم وهذا تصدق وهذا أنفق وهذا فعل وفعل من الخيرات هم في ميزان حسناته. وإذا أنت متكفل فسيكون هذا الرجل طالب العلم
العلم أو الشيخ أو العالم، ومن تبعه ومن كان في ميزان حسناته في ميزان حسناتك، لا ينقص من حسنات ذلك الشيخ أو طالب العلم شيء. فندعو الإخوة وندعو فاعلي الخير وندعو من أعطاهم الله جل وعلا أن لا يبخلوا على طلاب العلم وأن لا يبخلوا على المتعففين، فطلاب العلم من أعلى طبقات المتعففين في المجتمع، فلا يسألون الناس إلحافا ولا يطلبونهم. ولا يخفى عليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يوجد رجلين، فكان أحدهم جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم عنده، وآخر يعمل ويشتغل ويكد ويجمع المال. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكه إلى النبي أنه جالس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، أن ذلك الرجل متحمل للعمل ومتحمل لجمع المال وللمصاريف ولغير ذلك. فأراد هذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أخا هذا الرجل أن يذهب للعمل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك أن ترزق به، لعلك أن ترزق به. فأنت يا فاعل الخير أو يا من تنفق على طلاب العلم أو من تعطيهم، فأنت حفظك الله وبارك فيك، ربما سيعطيك الله ويرزقك الله بسبب أنك أنفقت على طلاب العلم. هذه نقطة. طيب، النقطة الأخرى قضية اليتامى والمساكين، فكلهم محتاجين، لكن نريد أن ننظر إلى أعلى طبقة يتم فيها نفع المجتمع، وبنفس الوقت لا نزهد عن اليتامى ولا عن الأرامل، فكلهم محتاجين، وندعو الجميع لإعانة اليتيم وطالب العلم وغير ذلك. ولكن العلة كما ذكرت لكم حفظكم الله أن طالب العلم لا يلتفت إليه بعكس اليتيم، فيلتفت إليه من جميع طبقات المجتمع. هذا، والحمد لله رب العالمين.